مهلا، خبر جديد. هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في. لا يا، وينك نور؟ ما في سماء، ماكو سماء، ما أسمع. لا أنا هلا عم بسمع. سمعت هلا، سمعت. واني همين. مرحبا مان، شو أخبارك؟ هاي فايف. هاي فايف. شلونك؟ I'm good. بعد زمان. شو الأخبار؟ والله I miss you، اشتقت لك حبيبتي. وأنا كمان. شو الوضع؟ I miss you. والله يمسيو. وين أنت؟ وين أراضيكي؟ والله حياتي أنا حاليا بأمريكا، محبوسة بالبيت. الحمد لله، كتر خير الله يعني. بس يعني مبسوطين، ماشي الحال، عم نحاول نكون مبسوطين. والله انتو بتضلوا ليك للأمانة. شوف كل العالم مبسوطة، الحمد لله. بتعرفي والله بنبسط اشوف حدا مبسوط. انا شوف اني اول انا هلا ايه؟ هلا بس خلص اللايف، اذا ما بكسر عليك يا الله والله. حرام، اتركوا لباب، والله بجنن، ما في مثله. هلك ايه، خبرينا نور، شو عم تعملي؟ لساتك عم تصوري وما عم تصوري قصص وهيك ولا؟ شوف اول ما بلش الحفل خفت ولا زادت؟ لا بعدني عم صور هلا، الحمد لله. انا شغلي من البيت، سو انا شغلي ما كتير بيتاثر مش ضروري اطلع برات البيت، ولكن لانه انا حدا كتير متعود يسافر ويجي ويروح، انت بتعرف يعني، مخنوقه، حاسه حالي انه ما وكان عندي بروجكتس، كنت عم بشتغل على قصص جديده، كله التغى. بس شو بدنا نعمل، الحمد لله. امبارح كنت عم بحكي، تعرفت على جيراننا نصيف، انا ما بعرف مين جيراني هالايام. عم نتعرف على الجيران وعم بنروح على بعض، المفروض يعني حاجه، هاي شيء منيح، هاي اضافه بالحياه، الناس اضافه. طب انت شو عم تعمل وقتك؟ والله انا بين القرايه ونتفليكس واستوديو على الخفيف، كنت مؤخرا قلت لك اخر شيء عملت اغنيه، بس ضمنيا انا من جوا مش كتير مبسوط، سو ما عم يطلع معي كتير قصص خارج بسطي يعني. انا لانه بلشت الشغل تقريبا على عمر 20 سنة، اليوم انا طلعنا فوق 30، فحسيت هيك مثل عملت دروب، فرد ضربه هيك القعده بالبيت. انا ما ماني مش كتير قبلانه، بس انه ناطرين على خير. الوضع على كل الناس، الوضع على كل الناس، ان شاء الله هيك الله يقطع. في عالم يعني، انا دائما بقول انا نوعا ما عم بكفر، لانه في ناس مش ملاقيه بيت، مش ملاقيه سكن، مش ملاقيه اكل، الله يعين الناس يعني، ومع ذلك ما في شغل يعني. سو قديش الوضع سئيل. هلا ما بدنا نقعد نحكي، احكي لنا شيء نطلع من الموضوع. خبرينا امتى بتقولي تخلص كورونا؟ انا بحس على شهر 9. على شهر 9. هيك بدي اسالك. اساليني نور، اساليني. ارتبطت يعني حياتي؟ في عندك حدا بحياتك ولا بعدك سنجل؟ انا ما خطبت. وهلا كنت قبل شوي عم بقول لو خطبت عيب علي اذا ما بخبر، لانه الخطوبه والزواج اشهار نوعا ما، ما هيك؟ ليه الواحد بيخطب؟ بصير يفوت ويطلع معها خطيبته انه ومرته، بس مرته ما بتخبى. سو هذا الموضوع المهم الساعه يعني. من المعيب انه انا خبيه. وانا ما بخبي لانه ما انا موجود. شو اشاعه هلا؟ في حدا بحياتي؟ ايه في حدا بحياتي. خبركم اشاعه، في حدا بحياتي ضروري يعني تخربها بالنهايه نصيف. ضروري. لا خليها، ما بدنا نعرف اذا في حدا بحياتي. في حدا. يلا الله يسلمك. شو الوضع؟ انت في حدا بحياتك اخت نور؟ خبرينا عنه. قبل شوي حكينا مع ابو حميد، حكى شعر عن وحده تاركها وراحت بحال سبيله. انت في حدا بحال سبيله ولا؟ انا ما في، انا حاليا سينجل. سينجل عزبه.
حاسبة عزب يا اكزاكتلي سينجل، لأنك سينجل يعني سينجل إنه في حدا ومش خاطبة ومش مجوزة، ولا سينجل لأنه ما بدك تقولي لنا ما يخترب عليك شيء، ولا شو خبرينا شو وضعك؟ حياتي انا مش من النوع اللي بيخاف من آه. الحسد والعين. انت مو أوكي قلت انا بفتخر بالشخص اللي انا معه، انا كمان بشوف نعم حالي بالشخص اللي انا معه، اكيد اختياري حيكون يعني عظيم ورائع وحدا طيوب. لا ما في حدا للامانه بس انت بتعرفي رح يكون عظيم ورائع. بعرف اكيد، ولو ايه انا يا رب، واثقه الله بذوقي. الله الله يبعد، الله يبعد. انت ما في منك يعني، اشتقنا هيك قلبي نشوفك بكل خير. كيف خيك لساته عم بيلعب؟ ايه كان عم بيلعب بوكسينج بوكسينج ولا ام ام اي ولا شو بوكسينج بوكسينج بعده ايه لساته، ولا بعده عم بيعمل؟ سلمينا عليه، وينه؟ تحت والله ما بعرف صراحة وين. في الغرفة سلمينا بشي عليه. مكان. نور I miss you والله، وانبسطت انه شفتك. حبيبي شو بدك طب بقى غني لنا خبريني وين شي، رح نمرق؟ شو بدي غني لك؟ ما بعرف غني لي غنية على ذوقك يعني. ايه نامي على صدري وتعيش الغمرة، ليلي حياتي أحياته من خطية، تخفي الليل يا روحي يا روحي بندي، ونسيك همومي هموم الكرة على أرضي، ونامي على صدري وتعيش الدل غمرة، ليلي حياتك رح يطول عمرها. باي نور، في باي. أحلى من هيك أغاني؟ كيف باي بتسكري باي. الفلوق؟ كيف بتسكروا الفلوق؟ لحظة، تعال نسكر مثل ما بنسكر معك. كيف بتسكروا؟ تقول أوكي يلا سلام هيك خلينا ننهي الفلوج. من هاد عندك. كان فلوج اليوم، بحبكم، خيرات الله، وبشوفكم بعدين. باي 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 باي، باي نور. باي حبيبي باي. نور ستار مهضومة يا البنت. اي 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 شو؟